في البداية كنرحب بكل المشاركين في هذه الحلقة الخامسة في إطار التواصل حول برنامج من أهم البرامج اللي أطلقها المركز الجهوي للاستثمار خلال السنتين الأخيرتين. بطبيعة الحال كما يعرفوا جميع المتتبعين معنا أن المركز الجهوي للاستثمار بالإضافة إلى أدواره الطبيعية والعادية في تبسيط المصادر ومواكبة المستثمرين وتسهيل الولوج الى الرخص بشكل عام من اجل انجاز مشاريعهم الاستثماريه، عنده ايضا دور في اطار الترويج وفي اطار تنويع وابراز العرض الترابي للجهه، وكذلك فتح التعريف بكل المؤهلات التنمويه للجهه ديال طنجه تطوان الحسيم. في هذا السياق اعلن المركز الجهوي للاستثمار على تنظيم مبادره ديال مباراه دوليه للذكاء الترابي. الان احنا في المحطه ديالها الثانيه بعد المحطه الاولى اللي كانت اللي كنفتخر به واللي عرفت مشاركه جد جد مشجعه من طرف مجموعه الحاملين المشاريع على المستوى الوطني والدولي. الهدف الاساسي هو ان نجعل من سلطه الضوء على الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه أن تكون مرئية أكثر ومرئية أكثر من خلالها ما تزخر به من إمكانات، يعني وأننا نفتح نقاش حول بعض الإكراهات ديال التنمية وكيف يمكن أن يساهم الذكاء الترابي في تقديم أجوبة مبتكرة على إكراهات التنمية. طبيعة الحال هذه السنة كان هناك المحاور اللي غنركزوا عليها هي محاور سته ديال المحاور. كانت عندنا لقاءات سابقه خلال الاسابيع الماضيه حول المحاور ديال الاقتصاد الازرق وكل ما يتعلق بالمجال البحري والاستثمار فيه. كان عندنا كذلك لقاء في المجال ديال الاقتصاد الاخضر والطاقات المتجدده. كذلك طنجه، لا يمكن الحديث عن طنجه وعن جهه ديال طنجه تطوان الحسيمه دون الحديث عن اهميتها كمحور لوجستي عنده موقع متميز وطنيا جهويا ودوليا. كذلك الاهميه ديال السياحه والسياحه القرويه كانت من بين الاهم ديال لي تشالنج ديال هذه السنه، واللي فتحنا كان فيها نقاش بحضور مجموعه من الفاعلين الاقليميين والجهويين وكان لقات نجاح منقطع النظير وتجاوب مع المهتمين. اليوم كان عندنا فرصه باش نوقفوا عند قطاع حيوي جدا اللي هو القطاع ديال الثقافه. بطبيعه الحال ما كما لا يخفى عليكم ان الثقافه تعتبر رافعه اساسيه من رافعات التنميه، وتعتبر كذلك واجهه من الواجهات التي يمكن ان نسوق بها للمجال الترابي ديال جهه تطوان الحسيمه، بغض النظر عن الامكانات الهائله اللي يمكن ان تتاح امام حاملي افكار المشاريع وامام المبدعين وامام المثقفين وامام الفنانين من اجل التباري حول ان يعطيونا افكار مبتكره اللي كنطلعوا من خلال هذه النسخه ديال هذه السنه انها الثقافه تحظى بمكانتها وتحظى بتكون من بين القطاعات المتوجه مقارنه مع النسخه ديال السنه الماضيه. بدون ان اطيل عليكم أجدد الترحيب بالمشاركين معنا في اللقاء ديال اليوم. للتذكير فقط معنا السي حمزة الوسيني اللي هو المحافظ الجهوي للتراث بالجهة، معنا الأستاذ مهدي زواق اللي هو المدير ديال المعهد ديال الفنون الجميلة بتطوان، معنا كذلك السيدة نسيم قميرة مكلفة بقسم التعاون على مستوى وكالة مئة أقاليم الشمال، ومعنا كذلك التجربه اللي غنعرفوا بها المتتبعين ديال الحلقه ديال اليوم من خلال تجربه رائده في هذا المجال ديال شاب حامل لمشروع ديال التنشيط الثقافي اللي هو السي عمر موكس. ونرحب بكم مجددا باسم المركز الجهوي للاستثمار باسم السيد المدير العام، نرحب بكم ونرحب ايضا بكل المتابعين ديال هذه الحلقه عبر المباشر وعبر كل الوسائط الرقميه. اذا كما قلت بدون ان اطيل عليكم اعطي الكلمه للزميله نصيره الحراق لتقديم عرض حول هذه المباراة وحول الأهداف ديالها حول الشكليات ديالها وحول المراحل اللي غيمر منها التباري وحول كذلك شروط المشاركة في هذه المباراة لكي نتيح
اللي المفروض اننا الهدف من هذا العرض هو اننا نبسطوا للمشاركين، وكذلك نفتحوا امامهم افاق ومجال ديال المشاركه الواسعه في هذه النسخه، باش ان شاء الله اننا نتجاوزوا المشاركات ديال السنه الماضيه اللي كانت النسخه الاولى للتذكير فقط، انها تجاوزت اكثر من 1162 مشارك في هذا التباري باكثر من 232 مشروع. اذا نتطلع ان شاء الله ان هذه السنه نتجاوز هذا الرقم، ليس فقط في اطار التباري من اجل تجاوز الارقام، بل لتحقيق تجاوب اكثر مع مبادرات مركز الجهوي للاستثمار، وتسليط الضوء اكثر على المؤهلات ديال الجهه. اذا زميله نصيره، مرحبا. ميرسي سي مرحبا أزرقان. نصيره. سي أقول باور. أزرقان كتسمعني؟ alors merci سي أزرقان chers Oui. participants chers invités. comme c'est déjà annoncé par mon collègue, on va revenir de manière plus précise sur qu'est-ce que c'est le TDC, ses objectifs, les conditions de participation, comment y participer et sur quelle plateforme. alors le TDC est une compétition annuelle organisée par le Centre régional d'investissement et qui vise à la promotion des territoires, de l'investissement, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, et se présente sous forme d'un appel à projets innovants portés soit par un Marocain ou un étranger, peu importe le lieu de sa résidence ou son statut, qu'il soit étudiant, salarié, fonctionnaire, auto-entrepreneur ou porteur de projet. Le plus important est que l'idée de projet soit innovante et qu'il puisse répondre à une ou plusieurs problématiques propres de la région Tanger Tétouan El-Houssaima. Alors, les objectifs de ce concours sont multiples. D'abord, identifier et attirer les talents dans la région, les accompagner avec une approche systémique, apporter des solutions et des idées innovantes à l'écosystème du CRI et de la région, et s'ouvrir sur l'écosystème régional, national et international. On vise aussi, à travers ce concours, à cultiver et à booster la culture d'innovation et de la collaboration communautaire dans la région. Et enfin, nous aspirons à mettre en valeur les opportunités d'investissement et d'affaires dans les secteurs porteurs, dans tous les territoires de la région, et surtout mettre les projecteurs du monde entier sur la région. La région Tanger Tétouan El-Houssaima est une région très bien située géographiquement et en plein essor économique dans plusieurs secteurs d'activité. Dans le webinaire de kick-off que vous trouverez enregistré sur notre chaîne YouTube, nous avons présenté ses principaux atouts et opportunités d'investissement. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir de faire un focus sur le volet l'animation territoriale, les espaces publics, un des challenges choisis pour cette édition. Alors, cette compétition s'étale sur une période de 4 mois. Durant ces 4 mois, les participants et les porteurs de projets bénéficient d'un kit d'accompagnement complet qui comprend un accompagnement personnalisé par le CRI et son écosystème, un accompagnement spécifique par des mentors via des rencontres B2B qui aideront les candidats à mieux préparer et présenter leur projet le jour de la présentation, et enfin, un accès illimité à ce type de rencontres ou webinaires qui constitue une véritable occasion d'idéation et de partage d'informations pertinentes autour de notre région et de ses opportunités d'affaires. Dans cette édition, nous avons choisi 6 challenges, l'industrie sportive, l'économie bleue, l'économie verte, l'industrie et logistique, l'écotourisme et enfin l'appui à l'animation territoriale et des espaces publics, qui est l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Alors, pour participer à ce concours, c'est très simple. Il suffit juste de rentrer dans la plateforme Manar Al-Mustatmir, de créer son propre compte, s'enregistrer, se connecter et choisir la rubrique TDC 2023. Après, il faut juste sélectionner la rubrique TDC, remplir le formulaire, renseigner toutes les informations demandées. Dans cette partie, il faut choisir le projet et le télécharger. Si vous avez une vidéo sur YouTube, vous pouvez insérer le lien de la vidéo, comme vous pouvez voir suite sur cette démo qui est également partagée sur notre chaîne YouTube. Alors, comme c'est le cas, vous pouvez sélectionner et copier le lien YouTube, l'insérer sur cette plateforme et enregistrer. Après, il faut renseigner aussi les informations demandées, le nom, prénom, bien sûr,
La date de naissance, la nationalité, le pays, le statut, le niveau d'études, la participation, est-ce que c'est individuel ou groupe? Sélectionnez le challenge aussi, le nom de votre projet, la phase de votre projet, un petit consistant et le lieu de projet, le nombre, le montant d'investissement et envoyez. Après, il faut bien sûr ajouter pour que le projet soit téléchargé sur notre plateforme. Alors, le dernier délai d'inscription pour cette compétition est le 29 février 2024. Le 15 mars, on va annoncer les 20 finalistes et le 29 mars, c'est le pitch day et la cérémonie de clôture. Voici un petit rappel des gagnants de l'édition précédente. On est en plus du prix remporté. Ils ont profité et profitent toujours d'un accompagnement personnalisé de la part du CRI et ses partenaires qui leur permet de mener à bien leur projet dans les meilleures conditions. Alors, merci pour votre attention, bon webinaire et bonne chance à tous les participants. À toi la parole, c'est Azarkan. C'est Azarkan? تسمعوني؟ إذن شكرا شكرا نصيرة، كتسمعوني؟ كتسمعوني؟ C'est bon, c'est Azerhan. Vous pouvez continuer. كتسمعوني؟ Oui, c'est Azerkan إذن Kensmer. داكور ميرسي. دونك اذا اولا كنشكر الزميله نصيره على العرض اللي وضحت من خلاله الاهداف الكبرى لهذه المباراه، وكذلك شروط المشاركه من خلال الاليه ديال المنار المستثمر الموضوع رهن اشارات المشاركين. اذا بطبيعه الحال كما وضحت كذلك على انه من بين اهم المحاور ديال المباراه ديال هذه السنه هو المحور الثقافي، واساسا المحور ديال التنشيط الترابي وتنشيط الفضاءات العموميه. بطبيعه الحال ما غنلقاوش افضل من الممثلين ديال القطاع الوصي على هذا القطاع، الوزاره الوصيه على هذا القطاع، من اجل انه يعطيو لنا التوجهات العامه للبرامج الحكوميه والبرامج المؤسسيه اللي كاينه اللي كتحتضنها الجهه، وكذلك تكون كلمات توجيهيه للمشاركين من خلال اجابه تسليط الضوء على اهم المحاور اللي ممكن توجه لها الابداعات ديالهم، ولتوجه لها كذلك الحلول المبتكره من خلال الاجابه كما قلت على الاشكالات الخاصه بهذا القطاع. بطبيعه الحال كنعرفوا على ان جهه طنجه تطوان الحسيمه هي طنجه لها ارث تاريخي وثقافي عريق جدا يرجع الى ما قبل التاريخ، جهه كذلك جهه معروفه بالتنوع الثقافي ديالها وبالتنوع بالتعبيرات الثقافيه ايضا اللي كاينه على مستوى الجهه. كذلك معروفة الجهة ديالنا بوجود دي طالون وفعاليات وكفاءات وفنية ذات صيت وطني ودولي، كما أنها كذلك تحتضن تظاهرات فنية وثقافية دولية. إذن في هذا السياق أرحب مجددا بالأستاذ حمزة وسيني المحافظ الجهوي للتراث للتعريف أولا بالمؤهلات الثقافية اللي كاينة على مستوى الجهة بمعناها العام، ثقافة اللي ماشي بمعناها كذلك فقط غير في المجال الفني، بل الثقافة بمعناها الأنثروبولوجي العام، وكذلك تسليط الضوء على أهم البرامج اللي كتقوم بها الوزارة والمحافظة بشكل خاص على الاعتناء والحماية بهذا الإرث الثقافي اللي هو يشكل أحد الأرصدة الهامة للغنى ديال الجهة. مرحبا أستاذ وسيم. C'est Hamza, si c'est possible d'activer le micro. تسمعوني دابا استاذ وسيني؟ لك الكلمه. وي تسمعوني؟ كنسمعك كنسمعك تفضل كنسمعك. شكرا للجميع، مساء الخير لجميع الحاضرين. فأنا كنمثل
باش نكونوا دقيقين شويه، كان مثل القطاع ديال التصورات اكثر من القطاع ديال الثقافه، وان كان هناك بمعنى راه كاملين متابعين القطاع ديال الثقافه. دونك غير باش نقول بان في هذه ال10 سنين الاخيره الجهه ديال الحاجه تطوان قسيمه استفدت من واحد المجموعه ديال المشاريع ديال الترميم واعاده الاعتبار للتصورات بصفه عامه. اذا بغيتوا التصورات فحال اللي كنعرفوا بانه ينقسم الى قسمين، التصورات المادي والتصورات اللا مادي. فاللي كنا واحد المجموعه ديال المشاريع والبرامج الملكيه طبعا هي اللي عطات واحد الدفعه لهذه العمليه ديال الاهتمام بالتصورات. فعلى سبيل المثال اذا خذينا بحسيمه نجد ان هناك برنامج حسيمه منارات المتوسط، ثم هناك على مستوى تطوان برنامج اعاده الاعتبار النسيج العاتق المدينه، نسيج العاتق ديال المدينه ديال تطوان. طنجه طبعا هناك برنامج طنجه الكبرى، ومن بعده كاين برنامج ديال اعاده الاعتبار المدينه ديال طنجه، ثم هناك واحد البرنامج اللي هو انا نحاول نركز على طنجه واحد شويه على اعتبار اننا غير حاليا ماشي كنقسم اي جهه ولكن من اي منطقه، ولكن لاننا متواجدين هنا وخدمنا يوميا كنخدموا على هذه المشاريع اللي كاينه في مدينه طنجه. فحال قلت لكم هناك المشاريع اللي هي تتم في اطار واحد الشراكه، هنا هي البرامج الملكيه فيها شركاء طبعا وعلى راسهم لا بي دي ان وكاله تنميه اقاليم الشمال. ثم هناك المشاريع اللي هي خاصه بوزاره الثقافه اللي كتموله من البيدجي الخاص من الميزانيه الخاصه ديال الوزاره. ولكن لو كغو اذا بغينا نقولوا 80% ديال المشاريع حاليا اللي عندنا ديال الترميم ديال التراث اللي هو التراث المادي في الحقيقه هو اللي عندنا التمويل ديالو مؤخرا. 80% ديال التراث هذا طبعا تم التمويل ديالو في اطار البرامج الملكيه اللي شرحت عليها لا بي دي. فاذا جينا نشوفوا مثلا ذاك البرنامج ديال المدينه العتيقه ديال طنجه، فهناك على سبيل المثال في 4 ديزاكس اللي هما لاميليوراسيون دو كادر باتي معنى تحسين البنايات اللي مشات فيه تم استثمار فيه ديال مبلغ ديال 463 مليون ديال الدرهم. ثم هناك ترميم اماكن العباده مشات فيه 4 ديال مليون ديال الدرهم. بالنسبه لترميم التراث هناك عندنا صرفت 123 مليون ديال الدرهم. ثم لو رونفورسمون ديال لاتراكتيفيتي تورستيك معنى تحسين الجاذبيه ديال المدينه اللي فيه 261 مليون ديال الدرهم ديال الاستثمار. هذا اللي كيتعلق بالمدينه القديمه ديال طنجه. ثم هناك البرنامج الثاني اللي هو متعلق باعاده الاعتبار الاربعه ديال المواقع والمعالم اللي هي متواجده خارج اسوار المدينه، ويتعلق الامر اساسا بمسرح سيرفانتيس، هناك المقابر الفينيقيه، هناك السينوغرافي ديال مغاره هرقل، ثم هناك فيلا هاريس. طبعا اهم مشروع هنايا اللي هو المشروع ديال ترميم مسرح سيرفانتيس، ولكن هذه الاتفاقيه هذه اللي نقولوا المبلغ ديالها كيمشي في واحد حوالي 60 مليون ديال الدرهم. دونك هادو بصفة عامة البرامج اللي كاينة في طنجة. ولكن دابا من بعد الاستثمار ديال هاد الدولة في هاد الترميم ديال وإعادة الاعتبار للتصورات، فطبعا البنايات هي كتبقى بناية واحد الشيء مادي اللي هو كيبقى ميت إذا طبعا ما جاش شي واحد دغري من طرف الناس اللي هينشطوا هاد الفضاءات التاريخية ولا الفائدة السياحة. فطبعا هنا كيدخل الدور كيجي ديال القطاع الخاص انا في الراي ديالي اللي هو اللي خصو ياخذ لا روليف في الميدان هذا. فطبعا بحال اللي قلت لكم حنا في الصوره المادي، ولكن بالنسبه للقطاع الخاص كاين واحد المجموعه ديال نقولوا الميادين اللي هو الاستثمار مازال ضعيف فيها، اللي الدوله طبعا ما دخلتش فيها، ولكن القطاع الخاص انا كنظن بانه مطلوب منه انه يهتم بهذه. وعلى سبيل المثال معنا لي سوفينير اللي كيتعطوا في الاماكن ديال السياحه
هذا من الامور اللي يمكن تكون يستثمروا فيها القطاع الخاص. هناك مثلا لا ريستوراسيون في ليو دي السياحه، معناها المطاعم المقاهي في هذه المواقع الاثريه اللي تم ترميمها. ثم هناك لي برودوي دو تيروار اللي هما مازال طبعا قضيه ماشي متبلوره عندنا في حاليا في واحد المجموعه ديال التجارب ديال الدول اللي سبقتنا. معنا يمكن نخدموا على الامور هذه اللي هي عندها علاقه، انا كنشوف علاقه بالتراث اللامادي في المنطقه ديالنا، اللي هو طب انا كنظن بانه 95% ديالو باقي ما كاين ما دار فيها والو. خصنا واحد شويه البحث، واحد شويه طبعا البحث هذا ولا اعاده احياء هذا التراث هذا اللي تمشي. كنظن انا في الراي ديالي هذه القناعه الشخصيه ديالي الا باستثمار الشخصي باستثمار الخاص. فطبعا خاص كاين هناك جميع من اللي فوق اللي يمكن واش البارتناريا بيبليك بريفي، هناك لا جيستيون ديليغي ديال واحد مجموعه من المواقع، ولا على اين لي فورمولا دو طبعا يمكن نناقشوهم. والدوله انا كنظن بانك تبقى مفتوحه على جميع الاقتراحات اللي يمكن تجي من الطرف الخاص. اذا كنظن هذا الشيء اللي عندي ما نقول في النقاش شكرا يمكننا نقدم. شكرا أستاذ وسيني على المداخلة القيمة. كان مهم جدا أنه يوضعنا أستاذ وسيني أمام واحد التمييز مهم ما بين التراث المادي والتراث اللامادي، وكان عارفوا على أن هذا التمييز أصبح سائد في الخطاب الرسمي المغربي، خصوصا بعدما جاء في توجيهات ملكية سامية، بالخصوص كان لا في الخطاب ديال 2014 ولا في كذلك في رسالة موجهة للمشاركين في الدورة اللي كانت 2013 للمشاركين في الدورة في اللجنة ديال التراث العالمي. كان هناك تأكيد من طرف صاحب الجلالة على التمييز، على الأهمية ديال التراث والرأس المال الغير المادي، باعتبار أنه أصبح من المعايير المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة في التصنيف ديال الدول. كذلك أستاذ حمزة وضع كذلك المتتبعين أمام أهمية ديال البرامج ديال الوزارة من أجل تسمين المجموعة ديال المواقع الأثرية مثل المقابر الفينيقية، مسرح سيرفانتيس، المدينة العتيقة إلى آخره. إذا اسمح لي نكمل معاه من الحسيمة، أن البرامج الملكية اللي أشار لها أستاذ حمزة من بينها كذلك برنامج مهم هو البرنامج ديال الحسيمة منارة المتوسط، واللي كان تضمن ترميم عدد كبير من المواقع الأثرية بتمويل من وزارة الثقافة وكتبة أقاليم الشمال ومجموعة من الشركاء. كان من ضمنها الترميم ديال قلعة طوريس، وكذلك الترميم ديال قصبة سنادة، بدون أن ننسى الترميم كذلك ديال مدينة بادس الأثرية، بالإضافة أيضا إلى قصبة ديال ايميليو بلانكو يساغا باربعاء توريت. وهنا كنستر معاك على الاهميه ديال انه اذا كانت الدوله والمؤسسات العموميه قامت بدور في تهيئه هذه الفضاءات وترميمها وابرازها للوجود، فالدور كيبقى موكول ايضا لمؤسسات اخرى في اطار شراكات، في اطار تعاقد، في اطار استثمار خاص، باش ان هذه الفضاءات توضع راه الاشاره ديال الاستثمار السياحي، باش انها تكون توفر لنا مناصب شغل، باش انها تكون منتجه للثروه، على غرار ما نراه في المحيط ديالنا في الشمال وكذلك في دول اخرى، حين ان لان كاين مآثر العربيه الاسلاميه المغاربيه اللي كاينه في اسبانيا مثلا تدير مداخل كبيره جدا على الخزينه وعلى القطاع السياحي، وبالتالي فهناك مجال كبير للاستثمار. وهذا كنشكره على هذا التوجيه وارحب ايضا
بمساهمتك في هذا الندوة من خلال إلى تفضلتي الفضاءات العمومية والمجالات عامة في جهة طنجة تكون، خاصة أنك نعرف هذه المنطقة كما قلت في البداية كيحضروا لها واحد العدد كبير ديال السياح، السياحة الداخلية هنا، باش ممكن أن ماشي جو غير يمشيوا للبحر ويمشيوا للعشية. هذا كنظن يكونوا كذلك، كنظن بأن بالنسبة لنا احنا هنا في المعهد كاين تنظيم مثلا معارض ديال الفنون التشكيليه اللي هي كيمكن تكون هذا، كذلك تنشيط الفضاءات من خلال مراسم مفتوحه، دونك اعطاء الفرص هذا في بعض الفضاءات اللي هي مفتوحه ومعروفه، كذلك يكون فيها مجموعه الفنانه اللي كيمارسوا واحد بكل حريه، مثلا اما يعملوا دي بورتري الناس او يعملوا اعمال فنيه اللي يمكن لها تتبع. فهذو كلهم بعض المقترحات، ولكن كنظن الاهم في هذا الشيء كله وانه هذا الشيء يجي من يعني من الشباب اللي غادي يقترحوا علينا هذه المشاريع. هذا السؤال اللي عندي واللي كيتطرح، واش مثلا هاد حاملي المشاريع واش خصهم يكونوا ضروري غير شباب او يكونوا جمعيات او يكونوا شركات كذلك؟ فهنا كنظن هذا من بين المسائل المهمة. ف واش اقتراح مثلا مهرجان مثلا فضاء عمومي، هذا كذلك يمكن يكون مشروع. النوعية المشاريع اللي يمكن الواحد يتكلم عليهم في الفضاءات العمومية، فاحنا كنعرفوا بأن ممكن تكون الموسيقى تكون موسيقى وفن في نفس الوقت، يمكن يكون بزاف ديال المقترحات. هنا يمكن نقولوا ان احنا كنشتغلوا مثلا مع مجموعه المدارس كيعملوا جداريات، واش هذه الجداريات مثلا كيف يكونوا، ولكن خصهم يكونوا جداريات من مستوى العالمي، ماشي اي نوع ديال الجدار اللي يمكن تكون في واحد الفضاء معين من المجالات. احنا ما غادي نقولوا لا تطوان ولا طنجه ولا الحسيمه ولا مدن اخرى كوزان ولا الشاون ولا العرايش ولا المضيق فنيدق، فكلهم يعني كنظن مكونات مجاليه ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه، وكل واحده عندها خاصيات ديالها في هذا. فكنظن بان احنا على كامل الاستعداد بيان سور باش ناطروا ولا نوجهوا الشباب اللي باغيين يشتغلوا في هذا، وكذلك بغينا نعرفوا هذه المعطيات اللي هي مثلا كيف يمكن اننا نتعاملوا مع هذه الفضاءات العموميه، لان كخص كنظن تراخيص خاصه، كخص مجموعه ديال الاجراءات اللي غتمكن هاد الشباب هادو من انجاز المشاريع ديالهم، او اما مثلا كانشطه او مثلا على فضاءات يعني ماديه. وحنا دائما في اطار النقاش يمكننا نتكلموا اكثر. شكرا استاذ على المداخله القيمه. كان من المهم جدا انه استاذ حمزه وضع السطر على الاهميه ديال البعد الثقافي في لا ميزون فالور ديال لي زيسباس اون جينيرال، لا من خلال خصوص تنميه الثقافه البصريه والتاثير ديال مجموعه من الفضاءات من خلال جداريات وغيرها من اشكال التعبيرات الفنيه. كذلك كان مهم جدا الاقتراح ديال المراسم او الورشات المفتوحه اللي ممكن تكون من بين الانشطه اللي تعمل على تنشيط الفضاءات العامه، وكذلك حتى على خلق انشطه بديله ومكمله للانشطه السياحيه التقليديه الكلاسيكيه مثل الانشطه البحريه او غيرها من الانشطه الترفيهيه. اذا هذا كان مهم، كما انه تضمن بعض الاسئله ذات الطابع الخاص حول الفئات المستهدفه بهذا البرنامج. البرنامج هو مفتوح، واتحدث هنا سو لو كونترول دو مسيو ديريكتور جينيرال دو لا هيرارشي. طبيعة الحال إلا سي سي لي ليو دو بورتي بلوس دو بريسيزيون سور هاد لا كيستيون دونك غتجي في وقتها. غير فقط أن اللي ممكن نقول أن المباراة مفتوحة في وجه جميع المشاركين توت فورم جيوريديك كونفوندي، أفراد شركات جمعيات تعاونيات، إذا كل حاملي أفكار المشاريع. غيبقى بعض الأسئلة اللي طرحتي ذات طابع مصدري طابع إداري متعلق بالتراخيص، كل ما يتعلق بالتراخيص ديال الاحتلال الملك العام الجماعي بتنسيق مع الجماعات طبيعة الحال لا يدخل ضمن مجال الاختصاص المباشر للمراكز الجوية للاستثمار، ولكن نحن منفتحون، وقلت دائما تحت سلو كونترول دي مسيو ديريكتور جينيرال، احنا منفتحون على
الاخذ بيد هذه المبادرات وهذه المقترحات بوغ لا ميزون ريزو، لا ميزون ريزو مع لي زوتر بارتنير انستيتيسيونيل، سواء جمعيات سواء جماعات سواء مؤسسات عموميه اخرى، من اجل اخراج مثل هذه الافكار المهمه جدا اللي ممكن لا يمكن الا ان تعمل على تطوير والدفع بالعرض الترابي وبالجاذبيه ديال الجهه ديالنا كوجهه للسياحه وكوجهه وكمجال للعيش ايضا، لان المجال للعيش كل ما كانت توفرت فيه المقومات الجماليه والمقومات الفنيه كل ما كان بلوز اغريابل، وبالتالي حتى للمجال التوجيه للقطاع الخاص وحامل الافكار، ماشي فقط القطاع الخاص بل حامل الافكار كما قلت توت فورم جوريدي كونفوندو كلها مرحب بها من اجل المشاركه في حتى هذه المبادره ديالنا اللي كنطلقوا، ماشي فقط من اجل التباري، ماشي فقط من اجل الفوز بجائزه شكون غياخذ احسن فكره، بل هي فرصه للابراز الغنى والتنوع ديال الافكار وديال كذلك هاد لي طالون اللي عندنا في مختلف المجالات. وغتكون مهمه جدا ان نبقاو المشاريع والافكار اللي غيساهموا بها غتبقى كبنك مهم جدا للمعطيات وبنك للافكار اللي ممكن نطوروها حتى الى ما تطلعناش حنا نحيلوها على الجهات اللي مختصه بهذا القطاع واللي حنا مستعدين نديروا دورنا في لا ميزون غيزو. طبيعه الحال القاسم المشترك في المداخلتين هو ان الثقافه طبيعه الحال رفيعه التنميه، الثقافه عنصر مهم جدا في المقومات ديال اي مجموعه بشريه، ولكن كذلك باش ننتقل نرحب بالاستاذه نسيم القميره ممثله ديال وكاله تنميه اقاليم الشمال، غادي نحيل على كلمه مهمه جدا جات في الكلمه التوجيهيه لصاحب الجلاله اللي في الرساله اللي شرطها سابقا اللي كانت موجهه لاحدى دورات اللجنه ديال التراث العالمي. غادي نقرا باختصار ان صاحب الجلاله بعد توجيه التحيه لجهود منظمه اليونسكو على ما تبذله من اجل حمايه التراث، اكد وغادي يفتح القوس وكيبدا كلام صاحب الجلاله، لابد ان نؤكد مره اخرى على ضروره اعتماد رؤيه ديناميكيه بخصوص هذه الحمايه، اي حمايه المآثر التاريخيه، قوامها ادماج تراثنا في مشاريع التنميه وليس فقط تحنيطه في اطار رؤيه تقديسيه للماضي. إذن كان هذا هو القسم المشترك في المداخلات، لان ليس الهدف ترميم الماضي بل انه ندمجوه في اطار رؤيه تنمويه. هنا كنرحب مع الشريك المؤسساتي ديال المؤسسات العديده اللي على مستوى الجهه، كنقصد به مؤسسة ديال وكالة تنمية أقاليم الشمال كشريك كمؤسسة عمومية وكشريك للمؤسسات الثقافية وغيرها في تنزيل السياسة الثقافية في بعدها المرتبط بالتنمية، في بعدها إذن في هذا البعد أساسا كنعرف على أن هناك مجموعة ديال الشراكات ما بين الوكالة وما بين المؤسسات سواء المنتخبة سواء وزارة الثقافة سواء هيئات أخرى اللي أعطت لنا مجموعة من البرامج ديال الثقافية في مجالات متعددة، ما غاديش نذكر المجالات، نعطي الكلمة للأستاذة نسيم أنها تعطي لنا بعض البرامج اللي ساهمت فيها الوكالة رفقة الشركاء ديالها المتعددين من أجل الاعتناء بهذا البعد الثقافي في علاقته وفي بعده التنموي كما قلت. إذا مرحبا مرة أخرى أستاذة نسيم. شكرا على الضيافة، السلام عليكم. دونك انايا ما يحتاجش واقيلا نرجع على لا ديسكريبسيون ديال لي بروغرام حيت السي حمزه الواسيني واقيلا الى في ان بون توبو على تو سكي ايتي رياليزي سورتو في لا ريابيليتاسيون. هي غير هي اللي نشير الذكر ان الوكاله عندها بليزيوغ انترفونسيون. دونك حنايا عندنا نقولوا الشعار ديالنا هي لا كولتور كوم لوفي دو ديفلوبمون. Normalement, la culture pour la culture, ça ne nous intéresse pas. C'est surtout le travail de la Wizara de Thaqafa. Mais nous, on va essayer de faire tous les projets qui ont un axe de développement qui est dans le cadre. Par exemple, nous allons dire خلاص sur les actions qui sont dans ce domaine. Donc, on fait de la promotion culturelle. Matériel ou la immatériel, donc matériel à travers la réhabilitation de certains sites
de certains sites, notamment les médinas, les sites historiques spécifiques, toute la région, de notre région de référence. Immatériel, c'est à travers la promotion la culture ou le patrimoine immatériel, notamment tout ce qui est les festivals les kayaking traditionnels, etc. Et aussi, ça englobe aussi l'artisanat. Plusieurs actions ont été entreprises par la PDN dans ce sens pour être dans ces axes, pour mettre en place les axes à travers la mise en place des programmes avec les différents partenaires, y compris les programmes royaux, le financement des associations et les porteurs de projets qui ont des projets culturels, ou là la promotion de l'artisanat. À travers l'appui des AGR ou des coopératives et aussi la promotion de certaines villes avec un fort potentiel patrimonial à travers l'appui de ces villes à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, on a libre de chercher les bâtiments chez les coms. Après là, on a aussi un exemple d'un porteur de projet qui est innovant, qui porte un projet innovant, les voix Omar Moux. Donc, je le laisserai présenter parce qu'on a eu affaire à lui. Donc, il a un projet assez intéressant. Parce que donc, l'État a mis en place plusieurs programmes pour la réhabilitation d'espaces culturels. Et là, j'en ai les espaces culturels. On a su construire des espaces, que ce soit des espaces ouverts ou les fermés. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas encore à les animer. On trouve un problème dans l'animation des espaces culturels. Donc, on a justement fait le concours pour avoir des idées ou un partenariat public-privé, justement, dans ce sens. Parce que le but, c'est que l'État, le but d'IELHA, c'est de pousser le secteur, vraiment à travers les différentes actions qui ont été réalisées, réhabilitation ou le financement de festivals à fort potentiel. Mais le financement, il n'est que le début. Le but, après, les acteurs, les Kainin, il faut aller jouer au week-end, nous, Bouhditoun, parce que le but, ce n'est pas de les financer tout le temps, tout le temps. Donc, c'est qu'il faut trouver une solution durable qui arrive à s'autofinancer. Comment faire rendre la culture pécuniaire? On parle d'industrie culturelle. Comment rendre les espaces rentables? Comment pouvoir vraiment faire animer les espaces sans forcément l'intervention de l'État? Comment changer la culture locale de telle sorte pour l'accès à des espaces culturels? Donc, justement, le TDC permet d'avoir des réflexions dans ce sens. J'espère qu'ils ont beaucoup, je suis sûre qu'ils sont puits d'idées. L'État. On est là justement pour initiative. L'île Wahed, il est dans ce sens-là. Il y a des petites expériences, l'expérience de l'espace Live Room, qui arrive à réussir tant bien que mal. Donc, je pense qu'il y a aussi des difficultés, il n'y a pas que des hadas. Mais justement, on essaye d'aller dans ce sens où il est important d'autonomiser les actions là parce que l'État, justement, c'est une politique qui est générale, ça ne concerne pas que la culture. L'État n'est pas là pour suivre le pays de gestion. Il faut que l'activité soit autonome ou arrive à se gérer par elle-même. Donc, il y a plusieurs espaces qui ont été ouverts. Certains marchent bien, ils arrivent à se débrouiller. D'autres, les mazalma matelouche, le Palais des Arts, il y en a bien d'autres. Il y a surtout les théâtres, on a du mal, mais Chérif Tanger Chamel, d'ailleurs, le Mreb Kamel. Donc, où justement, il faut un peu d'initiative. Les théâtres, les espaces, c'est la production artistique. Derrière, il y a la programmation. Parce qu'un l'espace, il faut une programmation annuelle de la matière pour qu'il y ait les espaces et que donc, je pense que Anaya, je m'arrête là sur l'intervention d'Ali ou je laisse la suite. D'accord. Merci, Madame Nassim. Donc, on a eu une autre fois, et en fait, on a eu le Wakil de l'Aqalim du Chamal sur la dévoile de la Ténouia, qui est présente
في قطاعات متعدده، ماشي فقط في المجال الثقافي، في كل القطاعات. وكان اقاليم الشمال كان دائما شريك مؤسساتي للدوله ولمؤسساتها ومؤسسات المنتخبه ولكافه القطاعات من اجل تنزيل برامجها. اذا تحيه خاصه للوكاله. من خلال المداخلات اللي تسنط لها من خلال الممثلين ديال القطاعات للمؤسسات العموميه والحكوميه بشكل عام، اذا حنا اليوم تعرفنا على البرامج اللي كتقوم بها الدوله من خلال كما قلت جميع المؤسسات، سواء فيما يخص والدور الكبير اللي لعبته خلال السنوات الاخيره، لا فيما يخص احصاء او تصنيف او اعاده تهيئات او ترميم كل ما يتعلق بالمآثير وبالمكونات ديال التراث المادي ولا مادي على مستوى الجهه. الاشكال اللي كيتطرح واللي طرحوه جميع المتدخلين وكيفرض نفسه هو وماذا بعد؟ يا بخي اون بيان اميناجي اون بيان ريستوري ايتترا دي اسباس، ولكن مهم جدا اننا عندنا مجالات وفضاءات جميله سي بو افوار، مي كومون لا روندر اوسي رونتابل، كيف يمكن ان كيفاش اننا ننشطوها، سي لو رول دو لانيماسيون ديال هاد لي اسباس، كومون il faut céder la place الناس اللي غيديروا لنا لانتربريتاسيون دي اسباس. لي اسباس ils sont là parfois les espaces ils parlent eux-mêmes mais ils auront sûrement besoin des interprètes باش يبينوا شنو هما الدلالات ديالهم، شنو هو المقومه ديالهم، شنو هي الابعاد ديالهم التاريخيه والثقافيه والاجتماعيه الى اخره. كذلك نحن محتاجين لشباب حاملي افكار جديده، شباب اللي عندهم افكار كيشوفوا اشياء اللي ما كنشوفوهاش حنا. ومن بينهم كيحضر معنا السي عمر اليوم، في اللي كنرحبوا به معنا في هذه الندوه كحامل لفكره ناجحه الحمد لله لحد الان، نتمنوا لها انها تزيد تكبر وتزيد تنجح على مستوى مدينه طنجه، ولما لا انها توسع. هو عنده هو فنان بطبيعه الحال تبارك الله عليه، فنان متعدد المواهب، ولكن ايضا كيجيري واحد ليسباس اللي هو ديال لايف روم على مستوى مدينه طنجه. كنرحبوا بك ونبغيوك تحكي لنا شويه على التجربه ديالك، كيفاش جاتك هذه الفكره هذه ديال المشروع ديالك، وشنو هي بغير فقط باختصار الصعوبات الاولى اللي واجهتك في البدايه ديال المشروع باش يعرفوها الشباب، ولكن ايضا شنو هي الاشياء اللي شجعتك باش تمشي اكثر، وشنو هي الاشياء اللي ممكن تشجعك انك تزيد تنجح المشروع ديالك. مرحبا سي عمر. شكرا سي زبقان. ما كتسمعوني؟ كنسمعوك مرحبا. كتشوفوني؟ اوكي كنشوفوك وكنسمعوك. شكرا سي زبقان، شكرا لا بي دي ان اللي خدات الانيشيتيف ما انفيتينا لهذا الويبينار. Donc la PDN les canafons chaléde, c'est Zouak, c'est au canafo. Donc je vais présenter vite fait le projet d'Yannand. On a live un projet d'Yannand, Human Development through Art, Culture and Sport. On a aussi un centre socio-culturel, on a un centre de la ville. Un centre qui fait 350 mètres carrés, fait théâtre, fait des studios de musique, studios de soir, studios de l'art visuel. Donc déjà ici, tu as une école non formelle de l'art, ديال لا كولتور، مي سورتو اوسي هو واحد لانكيباتور ديال لي جون هنايا، كو سوا بالنسبه للكولتوريل ولا اور كولتوريل، في الميتي ميديا وفي لي ميتي ديال الفيتور. حنا 8 سنين وحنا خدامين يعني سوغ لو تيغان، واجوردي لايف روم جو كخوا بان لان دي بروجي ليدر في لا ريجيون دمنا كامله، ماشي في طنجه ولا شي حاجه، بغيف دون لي ريزو ديال لا كولتور وديال لاف. فوالا دونك عادي بجا عن اهم هضره اللي اتفقت بعداني تك مع الهضره اللي قالها الزواق على حساب يعني ديك الفضاءات العموميه اللي خصهم. ما كرهت الصراحه انا شحال هذه وانا الحلم ديالي نشوف مثلا ديست ما عرفتش ما كيبغيوش يعملوا يعني تماثيل ولا واخا تكون ابستراكت، يعني ماشي ضروري تكون ابستراكت، يقدر يكون سنحت، يعني كاينين شخصيات كبارين مثلا نقدر نعملوا حسن محمد بن حسن الوزان، ولا كاين ناس هنا في طنجه اللي كانوا كاع دي زينيسياتيف اللي خداهم اساتذه كنعرفهم باش يعملوا في طنجه مثلا ولا في تطوان يعني تماثيل، ولكن مالوريزمون كاين دائما صعوبات ماشي باش هذيك ديما الراي العام واش بور كونت. اون بريف هذه نخليوها الدوله تحلها،
حنا نرجعوا لي زيسباس لي زيسباس. واللي قالت نسيم هي كاينين دي زيسباس الدوله افغي دير، باش ما نظلموش الدوله افغي دير هي حلت بزاف ديال لي زيسباس. كاينين اكطويلمون كاينين لي زيسباس كولتوريل، كاينين دي زيسباس هنايا، وكاينين ميم دي زيسباس اللي هما ايكيبي وفيهم كاع داكشي اللي كيحتاج الواحد باش يبدا، اللي كنا حنا كنقلبوا عليه في الاول ديالنا هذه الصعوبات اللي كانوا عندنا حنايا. باغ كونتخ ديك لي زيسباس ديك لي زيسباس هما كاينين، ولكن الاغلبيه مشدودين. علاش مشدودين؟ حيتاش ديك لي زيسباس ما كيلقاوش شكون اللي غادي يعرف كيفاش يجيريهم، شكون اللي يعرف كيفاش يانيميهم. سو هنا كيتطرح ديك السؤال، واش الدوله كيفاش الطريقه ديال الدوله مزيانه؟ دابا ملي عملتو هاد المبادره هادي، سو تقدر تي الدوله تعاود فيها اعاده النظر وتشوف شكون هما الناس مثلا اللي تقدر تاخذ من عندهم. حنا بالنسبه لي انا من غير بانني ارتيست، هذيك ارتيست صراحه ما كيعجبنيش كاع نتيدونتيفي بها، انا شوي انجينيور ديتا، دونك جاي ترافاي في الانجينيوري افون دو كومونسي هاد البروجي هذا، ومازال كنخدم في الانجينيوري. دونك انا انجينيور في لا جيستيون دو بروجي، وهذه جو كرو واحده من الحاجات اللي عاونتنا في البروجي باش بانه ينجح، هو بانني جي ابليكي سكو جي ابخي في لي كرون بروجي، حتى انا جي جيري دي كرون بروجي في لا تي ام اس جي ابليكي سا في لو دومين هذا، في لو دومين سوسيال، في لو دومين كولتوريل. دونك بالنسبه لي جون، واذا كاين شي واحد كيشوف هنايا كيسمع هذا الويبينار، دونك تو لي بروجي سون باغي، ما كاينش شي فرق ما بين هذا البروجي ولا هذا البروجي ولا هذا البروجي ولا هذا البروجي. لي بروجي عندهم لا ميم لوجيك، عندهم لا ميم لو ميم كلي ديال لو سوكسي، واكبر كلي ديال لو سوكسي هي لا بون اورغانيزاسيون. سو اذا كان بنادم اللي بيان اورغانيزي، عارف راسو كيش اورغانيزي، عارف راسو كيش يجيري البروجي ديالو، اي سي بيان كومون فيغ سي بيزنس بلان، كيفاش يعدل لي بلان استراتيجيك ديالو. دونك سيغمون ديك البروجي غادي 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 ينجح، حتى واذا كانوا لي تشالنج ديالو كبارين. وحنايا دابا لي تشالنج راه ماشي صغارين، ان سونتر سوسيو كولتيرال الصراحه، راه باش يكون عندك شي واحد نجاح في لا طاي موين، راه كتحتاج لواحد 1.5 مليون درهم هذا ديال البيدجي ديالو انيل، اللي ماشي هي سهله باش تدخلها غير بلي سيبونسيون في واحد في واحد. هادي ديزون عاوتاني نزيد واحد النقطه اخرى، هي واذا كنتي باغي تخدم في السوسيال يفو بيان سولينيي كنتي باغي تخدم في السوسيال، دونك ما خصوش يكون الغرض ديالك وتعمل مباح. ديك الساعات كيتزاد ان اوتر تشالنج، دونك يا ان سونتر اللي هو يعني انتيغي بوبليك، يعني هو اللي كيعمل لا سوسيتي سيفيل، واللي ما خصوش يعمل مباح، واللي اون ميم طون خصو يجينيري واحد الشيف دافير اللي هو كبير باش يقدر يديفلوب. سو هادو لي تشالنج اللي كنتحطو فيهم، هادو هما الصعوبات اللي تحطينا فيهم من الاول، باقي كنتحطو فيهم، حنا مازال نتحطو فيهم كثر حيت حنايا لومبيسيون ديالنا كبيره وباقي خصنا نديفلوبها. دونك بالنسبه لهذاك البوان ديال كيفاش تعمل الدوله، نعطيكم دي زيكزومبل. حنا مثلا العام اللي فات هذا العام هذا جاو عندنا مثلا واحد الناس من السويد، واحد انستيتيو من السويد اللي فتح، كان بغى يفتح في العرايش مثلا واحد السونتر سوسيال، واحد السونتر كولتوريل اللي كيخدم مع لي جون، وما عرفش كيفاش ينجحوا. سو ديك السونتر جا عندنا باش عملنا معاه واحد البارتناريا، هاد الناس هادو جاو عندنا السويد عملوا معنا البارتناريا ديال نولج اكستشينج، يعني حنا كنتبادلوا معاهم المعرفه في الاكسبيرتيز اللي خدينا حنايا سوغ لو تيران وفي التجربه ديالنا اللي ماشي واخا ماشي كبيره بزاف ولكن كانت ناجحه، وبارطاجينا معاهم شنو كنعرفوا حنا، وحاولنا نادابتيو مال ميثود ديالهم باش يقدر ديك لو بروجي ديالهم يحقق لي ريزولتا ديالهم. والحمد لله البروجي ديالهم الاولاني سالاوه وحقق ديك لي ريزولتا ديالو، عاونهم باش يحادوها، وكانت واحد لوبورتونيتي مزيونه باش نقدرنا نفتحوا واحد البون مع العرايش اونتر طنجة والعرايش، ما بين البروجي ديالنا وما بين العرايش مع لي جون ديال العرايش. اي اون ميم طون عاوتاني ان اوتر اكزومبل لو ميم عاوتاني، كاين واحده سميتها لا ستاسيون دي سيونس اي تكنولوجيا اللي كاينه في بورغوس، هو لو بلو كرون سونتر ديال سيونس اي تكنولوجي مع ديال لي جون اللي كاين في اسبانيا كامل. تا هو لا ميم شوز، ايزو سيني افيك نو واحد البارتناريا ديال نوليدج اكستشينج، واكستشينج ديال لا كومبيتونس ديال الناس، باش نقدرنا حنا نعاونوهم عاوتاني كيفاش يانتيغريو لي جون لي بروغرام ديالهم، وكيفاش يموتيفيو لي جون باش يقدروا يكونوا يبقاو اونجاجي لي بروغرام اللي كيعملوا. وحنا استفدنا من عندهم في لا بارتي تكنولوجيك، حيت حنايا باغيين نفتحوا الباب ديال لا تكنولوجي باش نانتيغروها مع لا كولتور ولا فهاد 4 سنين ولا 5 سنين اللي ماجين، يعني في لو نوفو بيزنس بلان ديالنا ديال لا فاز 2 ديال البروجي.
دونك جو كخوا بان الدوله في هذه الناحيه هذه مزيان تمشي تشوف الناس، تجلس مع الناس، تلقى لي جون ديجا عندهم مبادرات ناجحه، تحسن لا كومونيكاسيون ديالها معاهم، يعني خصوصا وزاره الثقافه مثلا اللي مثلا كنحسوا بها بحال اللي عندها واحد كاين بحال واحد ديستونس ما بين لي جون وما بين وزاره الثقافه، ولا ما بين كيفاش كتشوف هي التصور ديالها للفن والثقافه، وكيفاش كيشوفوه الناس ديال لي جون، سورتو لي جون دابا و لي جون هادوك. حاجه ثانيه كاين في اونيفو ديال الطريقه ديال لا ميثود ديال الدوله. سو حنا ملي كنا قبل ما نفتحوا هاد السونتر هذا اللي هو بريفي، حنا كاريين وكنخلصوا الكرا غالي بزاف باش قدرنا ناخذوا هاد البلاصه هادي في هاد المتعاده في طنجه، وانتم ما عارفينش شحال كاين باش تاخذ 350 متر كاري السونتر في البولفار، حنا حدا صوب المعكازين. سو سي فريمون انورم. ابخي في ديك الساعه اللي كنا حنا بغينا نفتحوا فيها هادي، افغي دير الدوله ما كانتش قالت لنا لا، ماشي قالت لا، هي كانت بوغ كيعرفونا. سو وزاره الشباب والرياضه في ديك الوقت كانوا قالوا لنا بان بروبوزاو علينا دي سونتر، بروبوزاو علينا دي سونتر باش حنايا ناخذوهم، دي سونتر في سونتر فيل، دي سونتر على بابا لا فيل، حتى الولايه حتى هي كانت كتبروبوزي علينا دي سونتر. المشكل فين كاين هو حنا ما قدرناش نخدموا ملي جات الساعه بان حنا قالوا لنا ها فوالا ها لي سونتر. قالوا اوكي حنا اون بو شوازيغ هاد لو سونتر هذا انو باغي بيان مع لا استراتيجي ديالنا ونمشي. ابخي ملي جات الساعه حنا قلنا في واحد درافت ديال لا كونفونسيون بور لا كونفونسيون بور جيري هذاك ليسباس هذاك، بوغ او ما كانتش القضيه فيها كونفونسيونيل. سو كانت غيعطيوك واحد السونتر ولكن بلا ما تكون واحد الكونفونسيون واضحه ما بين الطرفين. حنايا كشي وحدين اللي كانت عندنا واحد دي كونترانت مع لي بايور ديالنا، ودي كونترانت فيزافي دي لي ريزولتا ولي زوبجيكتيف اللي خصنا نحققو، سو رجعنا للور حيت خفنا كان ريسك كبير باننا ندخلوا في واحد الحاجه ما تكونش كونفونسيونيل. سو اضطرينا باننا نخسروا فريمون دابا واحد 20% وقيله البيدجي ديالنا كيمشي لنا مع ديك لي شارج فونكسيونمون، الوغ كو كانت بوسيبل باننا ناخذوها جوست اذا كنا قدرنا نتوافقوا واحد لا كونفونسيون ما بين الطرفين اللي تكون فيها لي زوبجيكتيف اللي هما كلير، دي ريزولتا بحال اي بروجي اللي كيكون مع لي بايور، دونك يكونوا لي ريزولتا اللي كانت هذيك تنوع عليهم، لي زانديكاتور اللي غادي نتحاسبوا عليهم، لو بروجي شحال فيه لو ديلي ديالو، كومون فا فيغ لي شوز، دي ميثود كلشي بيان اكري. ابخي حنا اون فا سويفغ ديك لو كونترا اللي بيناتنا، صافي اون فا لو ساتيسفير، سي اون ساتيسفي با لو كونترا اون اي فادو، فهمتوني؟ دونك هادو لي شوز اللي شويه كيتقلوا هذيك القضيه، هذيك كيعجلوا شويه. وبارك عليا وقيلا راه هضرت سوفيزامون، كاين بزاف الحاجات يا اخي نقدروا نهضروا فيهم ولكن تكون عندنا فرصه اخرى، وشكرا لكم كاملين. شكرا سي عمر المهندس والفنان. تبارك الله عليك. دونك سا سا فوا تري بيان بان ميم سي انا جو ريسبكت فوت فولونتي دو فوز ايدونتيفي كوم ان انجينيور، مي لا توش ارتستيك باينه في لا ديمارش. Mais en tout cas, donc on vous encourage et on vous remercie pour la participation. Et sur le projet que vous avez commencé, qui est tabarakallah wara ou background les ben en encadrement de l'ingénierie, mais aussi qui m'écoute la vocation ou la dimension artistique elle est aussi présente. Donc quand nhayouk ka tajriba, طبيعه الحال هي تجربه ما كان حنا متاكدين انها ما كانتش سهله ومازال ماشي سهله، ولكن il peut inspirer les jeunes باش انهم ياخذوا دي اكسبيريونس باغي اي سون لا فو لي سالوي اوسي. عارف انه ما كاينش غير عمر، كاينين بليزيور جون طالون اللي كاينين على مستوى الجهه كامله وعلى مستوى خارج الجهه ديال الشباب تبارك الله عليهم، عندهم افكار مهمه جدا وعندهم مشاريع اللي كتستحق انها تبرز. وكنتمنوا كذلك من خلال هذا لو تي دي سي ديال هذه المره انهم يبرزوا لنا كذلك دوتغ جون افيك دوتغ ايدي ودوتغ ايدي انوفونت اللي ممكن ما يمكن الا تساهم في تثمين وتعطي القيمه ديال ذاك العمل اللي تحدثنا عليه واللي كيبان على انه عمل كبير جدا قامت به الدوله من خلال المؤسسات ديالها، ولكن كذلك نحن
المؤسسات الحاضره اليوم وغيرها اللي كتمثل الدوله كتعترف ان هذا العمل مازال كيبقى ناقص سون لا توش جوفينيل ولا توش ديال الناس اللي حاملين لي بورتو دو بروجي سورتو سور لو فولي انيماسيون. دونك كنتمناو ان لو تي دي سي يعطينا فعلا يعكس لنا المستوى ديال التطور ديال والابداعات ديال الشبابيه وغير الشبابيه اللي كتزهر بها الجهه. ما نعرفش واش شي واحد في لي بانيليست بو يعطينا كلمه مختصره جدا في تعقيب على شي حاجه ثارتو في المداخلات الاخرى. الا ما كانش دونك غادي نشكركم مره اخرى على المشاركه ديالكم، ونعاودوا نذكروا المتتبعين والمتابعين ديال هذا اللقاء. سي مهدي، وقيلا سي مهدي طالب الكلمه. وي شكرا. مرحبا. ايس دونك المهم انا كنظن كنا تكلمنا على الفضاءات، كما كنعرفوا كاين عندنا مركز سيتون في الحديث اللي هو كيستقبل اولا كفضاء متحفي اللي كيعرض الذاكره ديال المعهد الوطني للفنون الجميله من خلال الفنانه اللي تخرجوا منه منذ نصف الاول من القرن الماضي الى يومنا هذا، ومفتوح بيان سور على الابداع يعني المعاصر. غير هو كنظن بان هنا فين كاين السي عمر مشكور كذلك على المبادرات اللي كيقوم بها، وخاصه ان كنظن ماشي هو سيت ليدر اللي وراءه مجموعه كبيره يعني كاين غوند ايكيب اللي ديال لي جان، والحمد لله اللي كينشطوا فضاء يعني فضاءات في مجال الثقافة منظور يعني متفتح، وكذلك منظور يعني معاصر، وكنظن هذا هو أهم حاجة، ماشي منظور يعني ديال المحافظة بل التفتح وديال التنمية. فكنظن بأن غير للتذكير، فعلى سبيل المثال فإحنا مركز سيتوان في الحد كيستقبل واحد ثلاثة ديال الأنشطة اللي هي كنظن مهمة جدا. الأولي هو لو فوروم انترناسيونال دو بون ديسيني واللي كننظموه بيان سور ماشي غير مع الوزاره، كذلك مع جمعيه شوف الاشرطه المرسومه، وهذه مجموعه ديال الشباب خريجي ديال المعهد اللي كيقوموا بهذا النشاط. كنقول هذا علاش؟ لان كنوجدوا معهم كذلك تيتوان ديزاين ايفنت اللي هو تيتوان تصميم، احد الانشطه اللي مازال صغيره شابه في مجال التصميم عامه، وكذلك لا رونكونت دي اكاديمي دي بوزار او ميديتراني. كنستقبلوا اكثر من 100 شاب خلال اسبوع من مختلف معاهد الفنون الجميله في لو بورتور ميديترانيا، وهذا كله بيان سور التعاون لا مع الطلبه ديالنا لان دائما كيكونوا جزء من المنظمين، وكذلك مع الجمعيات اللي كتشتغل في هذا. كيبقى السؤال المطروح، لان حين كنكون نشتغلوا مثلا المعهد كيكون شريك او الوزاره او هذا، فالفضاءات الاستغلال ديالها ما كيتطرحش مشكل، ولكن حين كتجيك مثلا جمعيه او شباب اللي باغيين يستغلوا مثلا فضاء ديال مركز الصوان في الحديث، هنا كتولي وقال السي عمر كيفاش غنستغلوا، شنو هما لي كونديسيون لي نورم، واش غنعطيوها لهم ما غنعطيوها لهم شي، واذا عطينا هذا علاش ما عطيناش الاخر. دونك كنظن هنا كخص تكون هذا نوع من الشراكه ما بين المؤسسات والمسؤولين على الفضاءات المعنيه. على سبيل المثال نعطيكم دابا، حنا مؤخرا جاتنا واحد الاقتراح من واحد المدرسه شابه اللي كتشتغل في تصميم الالبسه وداك الشيء، وبغات تعمل مثلا واحد ديفيلي دو مود. حنا قانونيا ما يمكنناش نعطيوها لها، ولكن حين كنشوف حب انها كتعامل في مجال التصميم، احنا عندنا الديبارتمون ديال التصميم دخلنا شركاء معاهم. دونك دخلنا شركاء معاهم من اجل اولا دعم هاد المصممين الشباب في مجال الستيليزم، وكذلك اعطاء الفرصه لهاد. فكنظن هاد المقاربات الاستغلال ديال الفضاءات العموميه او فضاءات ثقافيه كخص هاد المقاربات. علاش؟ لان اذا دعمنا هاد الشباب كيمكن لهم يفتحوا شركات ديالهم، كيمكن يطوروا توسكي ستيليزم في الدومين. فكنظن هادو هما المسائل اللي بوتيتر يكون عندها هذا يعني عندها جدوى ليس فقط ان نتعرف بالتراث ديالنا او بالابداعات ديالنا، وكذلك جدوى اقتصاديه انها يمكن تخلق مبادرات تنمويه مهمه في مجال يولي فعلا كما قالت نسيم انه يكون دو فغي لوفي
ايكونوميك يعني لا كولتور كتولي ولا الابداع كيولي ان لوفي حقيقي باش كيحل يعني مشاكل اقتصاديه ديال الشباب، لان الشاب اليوم اذا ما كانش عنده هذا دي ريفوني ما غيمكنلوش يعيش، ما يمكنلوش يكون واحد الفنان بحال اللي كان قبل نوستالجيك فوالا مشى في واحد اليوم، ولا خصو يكون مقاول كيعمل ماركتين ماناجر او ميم طون. دونك جو بونس كو هنا في هذا الدومين هذا كخصنا نتعاملوا مع هاد لي جون سون دي فيزيونير دي فري فيزيونير. حنا كنعيشوا معاهم اليومي في الفنون الجميله، كنشوفوا كيفاش لي جون تبارك الله كيشوفوا بيان سور 100 نوا اسر منا وحسن منا الحياه والعالم. فكنظن فهي الفرصه لهم في الحقيقه، وحنا ما يمكننا الا ماشي غير نتبعوا ولكن نسيروهم بيان سور، وبالعكس نكونوا حنا هما يكونوا القدوه ديالنا مش حنا القدوه ديالهم. وفوالا كنشكركم بيان سور على هذه الدعوه، وان شاء الله باقي بخير المستقبل ان شاء الله. سي استاذ مهدي، انا غنختم بهذه الاحاله الجميله جدا اللي جات في نهايه ديال المكالمه ديال الكلمه ديالك ديال الشباب اللي كيشوفوا احسن من العالم. اذا نحن غنختموا كنرحبوا بالشباب اللي كيشوفوا احسن من العالم انهم يشاركوا بكثافه في هذا لو تي دي سي، ويبارطاجيو معنا لا بوتي par laquelle ou à travers laquelle il voit le monde. ويكون فعلا هذا لو تي دي سي فرصه اننا نحتفيوا بهم، هي فرصه للاحتفاء ماشي فقط فرصه للتباري، بل فرصه للاحتفاء بهذا الشباب اللي كيزخر به الجهه واللي عندهم افكار عديده جدا واللي افكار جميله، واللي الدور ديالنا احنا كمؤسسات اننا نديروا المواكبه لا في اطار الدور ديال المركز الجهوي اللي عنده دور في المواكبه ديال حاملي الافكار وافكار استثماريه بشكل عام، ولا المؤسسات العموميه كلها في اطار شراكات اللي شار لها سي عمر ولا اللي شار لها سي مهدي، في اطار مقاربه متعدده، مقاربه ديال شراكه اللي بطبيعه الحال يمكن الا يكون لها نتائج ايجابيه جدا على خلق فرص الشغل وعلى ادماج الشباب وعلى الرفع من مؤشرات التنميه على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني. اذا مره اخرى ارحب بجميع المشاركين واشكركم على الاستعاده ديال الصدر ديالكم وعلى المساهمه في تنشيط هذه الحلقه. اشكر كذلك الشركاء ديال المركز الجهوي في انجاح هذه المبادره وهذه التجربه ديال لو تي دي سي، لا في نسختها السابقه ولا في النسخه الحاليه، وادعو الشباب للمشاركه بكثافه في كما قلت في هذا لو تي دي سي اللي كنتمناو انه يعطينا افكار عديده جدا، وكان باش انه تصعبوا المهمه حتى على لو جوري باش انه غيحير ما بين الافكار الجميله انه كيفاش يدير يختار بيناتهم. واكيد اننا مهما كان الفائزين هذه المساله اللي الهدف هو فقط تحفيزي، هو سامبوليك رمزي، الجوائز ديال 150 الف درهم او ديال 100 الف درهم او ديال 70 الف درهم كيبقى انه نخرجوا من خلال هذا التي دي سي بواحد بنك ديال المشاريع وبنك ديال الافكار لجميع الشركاء ديالنا والمنتور والمؤسسات كلها تعبر عن الاستعداد ديالها المسبق، المواكبه ديال حاملي هذه المشاريع، وان ترافقهم من اجل تنزيلها على ارض الواقع وتنجحها ان شاء الله من اجل المساهمه في النهوض بهذه الجهه وبهذا الوطن. شكرا للجميع وتحيه مره اخرى مجددا. شكرا سلامه سلامه سلامه.